التحية متجددة مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء، وتواصلنا يستمر عشاق إلى صالة يسير شوطنا الرابع في تعدادي أشواط هذا اليوم الخاص بمنافسة الجعدان لإذاع المهجنات الأصايل، انطلاقة موفقة نتمناها للجميع. نبدأ بالصدارة ونتابع المقدمة والمركز الأول والبداية الأولى، وهنا السليماني لاسمه الشيخ زايد بن سيف بن محمد أنهيان ومحمد بن غريب بن راشد الكتيبية، تولى عملية تضميره وتدريبه، بينما نغلتنا على المركز الثاني إقناد بشعار عبد الله بن محمد الحبسي يتقدم على ثاني المراكز، بينما نقلتنا على المركز الثالث ونشوفنا الوصول من رعد محمد بن عبد الله بن مصبح رعطيره العامري يتقدم الان رع سميحه في المركز الثالث، بينما في المركز الرابع نشوف المركز الرابع وهنا الوصول والقدوم من قبل الدرب حسن بن عبد الله بن قليطه الغفلي، والمركز الخامس المركز الخامس من الجانب الاخر يتسلل الان هذا الشهم ضاحي بيمعة بن تميم المهيري، والمركز السادس المركز السادس هذا هو مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء في هذه اللحظات. ياتي الواعي هلال بن سعيد بن هلال الظاهري يتقدم على سادس المراكز، وسابعا هناك مناور لاسمه الشيخ الزاع بن سلطان بن زايد النهيان احمد بن خلفان بالصايغ المزروعي يضمره، بينما في المركز الثامن المركز الثامن هذا مرموق علي بن بخيت بن مسافر المسافري يتقدم في ثامن التحديات، وتاسع المراكز ياتينا في هذه اللحظات ومتابعينا الكرام يحمل رقم 27 لسبيب دون معنا في كشف الاذاعه في هذا الانطلاق وفي هذا الاندفاع الجميل. هكذا مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء نتيجتنا للمراكز الاولى المتقدمه التي تسير في ناموس هذا الشوط وتحدي هذا الاندفاع. هكذا هي الاثاره الحاضره مع شعارات اصحاب السمو الشيوخ وشعارات ابناء القبائل على قمه الجاهزيه لخوض المعارك في المهرجانات و فالمحافل اللي اشتقنا عليها حقيقة من العام الماضي، الجماهير تترغب وتعد العدة للمهرجانات. نتمنى التوفيق إن شاء الله لكل الراغبين بالمشاركة في المهرجانات القادمة. عودة من جديد إلى المقدمة، عودة إلى المركز الأول وإلى البداية، وهذا الشهم الشهم اللي على المقدمة وعلى المركز الأول ضاحي بن يمعة بن تميم المهيري يتسلل الآن ويتقدم نحو المقدمة والصدارة الأولى، بينما في المركز الثاني هذا السليماني بشعار سمو الشيخ زايد بن سيف بن محمد آل نهيان وغايد فيلغ الجبيب حاضر في تضميره محمد بن قريب بن راشد الاكتبي، والمركز الثالث المركز الثالث اشوف الوصول من رعد محمد بن عبد الله بن مصبح رعد طيره العامري يتقدم على المركز الثالث، بينما في المركز الرابع المركز الرابع ياتي قناد محمد او عبد الله بن محمد بن حسنوه الحبسي يتقدم الان على المركز الرابع، بينما في المركز الخامس في المركز الخامس ياتي هنا بالاندفاع الجميل والمتميز في خامس التحديات هذا الواعي هلال بن سعيد بن هلال الظاهري هو من يحتل خامس المراكز. هكذا مشاهدينا الكرام نتيجتنا ولدينا، ولكن العودة من جديد إلى المقدمة، العودة إلى المركز الأول، إلى البداية الأولى، إلى الصراع، إلى المنافسة اللي نشاهدها في هذا اليوم مع سن الإذاع وسن الإبداع بالفعل، وهناك اللي مسيطر على المقدمة اللي تسلل نحو الصدارة نحو المركز الأول هذا السليماني السليماني وسلالة السليماني اللي تؤكد الحضور على المقدمة
وعلى البداية الأولى بشعار سمو الشيخ زايد بن سيف بن محمد النهيان ومحمد بن غريب بن راشد الكتبي يتولى عملية تضمينه، ولكن شعار رعي الطيرة، شعار رعي الطيرة متواجد رعي سميحة. مرحبا بالشعار الغادم من المصانع الجنوب التراثية. نطلب منك التركيز يا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مصبح، رعي الطيرة العامري يقدم لنا مشاهدينا الكرام رعد. ومتى بنقول دن الرعد دن مع هذه الاندفاع، مع الانطلاق الجميل والرقص الرائع في هذا الصباح، بينما نتابع المركز الثالث. المركز الثالث الشهم ضاحي بيمعة بن تميم المهيري يتقدم على المركز الثالث، بينما في المركز الرابع اللي يحمل رقم 27، يا ليت اي معلومة تصلني عنه بان ليس مدون معي في كشف الاذاعة، بينما نتابع المركز الخامس. المركز الخامس اللي ياتي الان وينطلق في هذه اللحظة قناد عبد الله بن محمد الحبسي، وصلوا اهالي ميدان المشرف قادمين بقوة في هذا الاندفاع. هكذا مشاهدينا الكرام، والكيل الاخير، الكيل الاخير بدأت هنا السرعة وبدأت الاوامر وبدأت التحديات، ولكن اهالي المصانع الجنوبية وراعي سميحة احد خريجين كلية المصانع الجنوب في التضمير، في المتابعة، في الاداء، في المنافسات القوية. ولكن عودة إلى مقدمة الشوط والبداية الأولى، ما شاء الله ما شاء الله وتبارك الله، هذا هو رعد اللي على المقدمة، ودن الرعد دن. صباح الخير يا رعي سميحة، بسلم إلى أهالي المصانع الجنوب التراثية مع الأداء المثير اللي يقدمه هنا رعد محمد بن عبد الله بن مصبح رعي الطير العامري. واهل العوايد ما يخلون عوايدهم، سلام سلام عليكم يا اهل الوقن، واسعد الله صباحكم بكل خير. تهانينا لمحمد بن عبد الله بن مصبح رعي طيره العامري، يطير ويحلق هنا الى اهالي الوقن في المصانع الجنوب بالناموس والانتصار. المركز الثاني وصل فيه مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء اللي هو السليماني لسمو الشيخ زايد بن سيف بن محمد النهيان، والمركز الثالث الشهم ضاحي بيمعة بن تميم المهيري. هكذا مشاهدينا الكرام النتيجة للثلاث المراكز الأولى. نعود بالتهنية والناموس إلى مالك أيضا اللي هو رعد اللي خطف ناموس هذا الشوط. تهانينا لمحمد بن عبد الله بن مصبح رعد طيرة العامري، وعطر التوقيت الزمني ساعة وصول رعد إلى خط النهاية بسبع دقائق و47 ثانية. تهانينا لمحمد بن عبد الله بن مصبح رعي الطيرة العامري، وتحياتنا لأهالي لوقن، واسعد الله صباحكم بكل خير أهالي المصانع الجنوب. تهانينا.